هذه الحلقة هتكون طويلة شوية، اتحملوني علشان خاطر مش عايز اعمل حلقة تانية استكمال لترميم السقف القمري. خلي بالكم طويل شوية معايا واسمعوني، لان الحلقة دي هتكون شوية طويلة لكن هتستفيدوا. محدش يطلع، لان كل والله كلمة هقولها مش بقول كلام على الفاضي، هيكون مفيد لحضراتكم. انا دلوقتي بدهن الحديد بمادة عازلة، بدهن الحديد بمادة عازلة، ومش الحديد بس، وانا لما بعيد كلام ليه معنى. الراجل تشوفه بيدهن ايه؟ واحد يقول ده ايه، ده بيعبط ده ولا ايه؟ لا، ده بيدهن خرسانة عليها صدى حديد برضو. انا مش هخلي حاجة فيها صدى سواء حديد او خرسانة الا لما هعزلها تماما. انا بطلع على السقالة او بطلع مهندس بعدية يبص على السقف يشوف في حتة نسيها الصنايع اللي شغال ولا لا، حاجة لونها اصفر، حاجة فيها لون من الوان الصدى، علشان خاطر الهدف كله ما تعدليش الشبكة الجديدة. يبقى من اساسيات التدعيم اني اعزل الصدى القديم عزل تام قبل ما اركب او افكر اركب شبكة جديدة. طيب هو ممكن ان انا ادهنه واعزله زي ما انت بتقول يا باشمهندس كده، واحطه بقى خرسانة وخلصت السقف على كده؟ اوعى اوعى تدعم سقف، اوعى تدعم سقف وما تحطش حديد جديد. لا بد من حديد جديد، وانا قلت الكلام ده قبل كده، لان الحديد بتاع السقف بيبقى حديد 3 لينيا او فاي 10 بالصيغة الهندسية، وده اقل قطر موجود في الاجسام الخرسانية المصممة اللي احنا بنصممها في المكاتب. ده اقل قطر، واي صدى بيخش فيه ما افتكرش اني لو صنفرته هعرف اجيب الظهر، ولو صنفرته حتى وجبت الظهر وده مستحيل ان ده القطر هينفع انه يبقى موجود. حدش يقول لي احسن هزود سيخ ولا سيخين، لا، انا بدهن الحديد. اعزائي المشاهدين، دهان كامل، مديش فرصة ان الصدى يبقى موجود زي ما انتوا شايفين حضراتكم، بحيث ان انا السقف يبقى عندي بالصورة اللي جاية دي. شوفوا الفرق بقى، ده كله صدى ازاي ولسه بيدهن فيه، شوفوا هيبقى صورته عاملة ازاي كده. مفيش حديد بقى عامل زي الله. ايه ده، هو ده مش الحديد؟ لا، ده الحديد اللي فات ده حديد قديم بس الدهن وما تتخموش فيه. المرحلة اللي بعد كده انا ببتدي اخرم في الكمرات اللي هركب عليها الشبكة الجديدة. بنحدد المسافات الهندسية، والخرم برضو بيخش قيمة هندسية احنا بنحددها. يبقى المسافة بين الخرم والخرم احنا اللي بنحدده، والقيمة اللي بيخشها الخرم جوه برضو احنا اللي بنحددها. طبعا احنا بنخرم بهيلتي زي ما انتوا حضراتكم شايفين، علشان السيخ او الشبكة الجديدة هتركب في الاخرام دي. الراجل اللي شغال دلوقتي بينظف الاخرام اللي احنا خرمناها، لان طبعا انا لما بخرم بالهيلتي شوفوا كمية التراب اللي موجودة جوه، لو حطيت عليها المادة هتعمل عازل، فلازم اجيب بلور وانظف الاخرام بالطريقة دي كده. ده طبعا بيحط المادة اللي احنا هنزرع فيها الحديد. كل الاخرام دي بعد ما ايه، ما حددنا اماكنها وخرمناها، بيجيب المادة اللي هتمسك الحديد في جسم الخرسانة وبيملى بيها الخرم بالطريقة اللي انتوا حضراتكم شايفينها دي. طبعا الرجالة اللي بيركبوا شبك موجودين برضو على طول، لان المادة دي بتنشف بسرعة جدا، فلازم الراجل اللي بيركب الحديد بيكون وراه على طول. واحد بيحط المادة
بالمكنة دي كده على طول، وبقية الشباب اللي شغالين في تركيب الشبكة، وطبعا الشبكة لازم تركب تركيب هندسي فرش وغطا، وده احنا اللي بنحدده. اتجاهات طبعا، اتجاه الطويل واتجاه القصير، لو كان مش عارف ده ضعف ده يبقى الاتجاه متحمل على الكامرتين الطوال، لو كان غير كده بيبقى متحمل على الاربع كامرات، واحنا الكلام ده اللي بنحدده. مش عايز ادوشكم في حاجات هندسيه. طبعا اتنين رجاله بيبقوا واقفين قصاد بعضيهم بيدخلوا السيخ، في طريقتين احنا لتركيب الحديد، والطريقتين صح. اما بنركب إشارة كده طولها متر، وبنركب السيخ بطوله برضو، بحيث انه الإشارة بتبقى داخلة من الجنب والسيخ بيبقى داخل من الجنب التاني، ولما اجي اركب السيخ اللي بعد منه بعكس، بتبقى الإشارة من على الشمال. بس بص هو بيعمل ايه على طول، بيربط السلك على طول علشان خاطر المادة بتنشب بسرعة وما يلبش معايا السيخ. اول ما بص اللي بعد منه مركبش لسه،